بسم الله الرحمن الرحيم. تحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص والمشاركة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد، من هذا الجانب أبرز الجوانب الإيجابية التي حرص عليها المشرع في مجلس الأمة من خلال تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي. القانون يراعي في ذلك أحكام قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة، نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله. الحد من التعيينات الوهمية التي كانت تقوم بها بعض الشركات للوفاء بنسبة العمالة الوطنية وحقوق المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوطنية أبرز الجوانب الإيجابية التي جاءت في قانون العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته. رؤيتنا لهذا الموضوع، نحن نحتاج أن ننقل وأن نخلق جو مناسب ومحفز للداخلين سوق العمل من التوجه من القطاع الحكومي إلى التوجه للقطاع الخاص أو خوض غمار المشاريع الصغيرة وبدء حياة تجارية جديدة. فبالتالي نحن لدينا كثير من القوانين نرى أنها تحفز وتجعل هناك مناخ جيد للعمل في القطاع الخاص، ومنها الموضوع نهاية الخدمة. وبالتالي وضعنا القانون من بداية دور الانعقاد الأول وتم الموافقة عليه، ويجينا دور الانعقاد الثاني وتم تعديل أيضا مد النطاق الزمني ليكون ممتد من 2010 إلى اليوم ليستطيع حصل نهاية خدمته. الآن أتينا بتعديل شامل جامع مانع لا يمكن النسفه. فإن شاء الله راح يتم قراره في دور عقد هذا، وهذا قانون من ضمن صراحه قوانين كثيره قاعد نعمل عليها لخلق جو مناسب في قطاع الأهلي ان شاء الله. جوانب عده راعى فيها القانون بما فيها احكام قانون المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، ومنها استحقاق مكافاه نهايه الخدمه كامله والاجازات السنويه مدفوعه الاجر. أنا واحد من المتقدمين إلى مشروع قانون موجود في اللجنة التشريعية، وهو يحافظ على حماية المواطن الكويتي اللي يشتغل في القطاع الخاص عدم حالته للتقاعد أو للفصل أو عدم تجديد العقد حقه. هذا موجود وإن شاء الله سوف نواجهه في هذه الجولة، وهو قانون يعمل استقرار للقطاع الخاص. مو معقولة واحد يقعد له كم سنة وبعدين يقول الله شكرا ما نبيك، لأن إحنا راتبك صار عالي وما نحتاجك، نجيب لنا واحد أقل منك مسجلة، وبالتالي سكر الرقم المطلوب من عندك كأرقام من توظيف الكويتين في شركته. إحنا الحين أمام هذا الأمر، ولكن الأفضل والأهم من هذا وهو أن تكون العقود مدروسة عدل، ولا يجوز لصاحب العمل إحالة الشخص للإعفاء عن أو الاستغناء عنه أو عدم تجديده إلا في ظروف محدودة في هذا المقترح الجاي كقانون. إجماع نيابي على أن إقرار تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي يحفز الكويتيين ويدفعهم إلى العمل في القطاع الخاص ويصب في مصلحتهم. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.